بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والعشرون. التلغراف. حسن، هل أنت مسافر اليوم إلى بلدتكم يا كامل؟ حسن فاعل وفعله محذوف، وتقديرها قال حسن. هل حرف استفهام؟ أنت ضمير منفصل مبتدأ، مسافر خبر، اليوم ظرف زمان، إلى بلدة متعلقا بمسافر، وبلدة مضاف كم مضاف إليه، يا حرف نداء كامل منادى. كامل، نعم سأسافر في قطار الزهر. كامل فاعل وفعله محذوف، وتقديرها قال كامل. نعم حرف جواب، السين حرف استقبال، لا محل له من الإعراب. أسافر فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنا. في قطار متعلقا بأسافر، وقطار مضاف الزهر مضاف إليه. وهل أرسلت إلى أبيك مكتوبا لأجل أن يرسل لك فرسا إلى المحطة؟ الواو حرف عطف، هل حرف استفهام؟ أرسلت فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، إلى أبي متعلقا بأرسلت، وأبي مضاف كمضاف إليه. مكتوبا مفعول به، لي حرف جر أجل اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بأرسلت، وأجل مضاف أن حرف نصب يرسل فعل مضارع منصوب بأن، وفعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر مضاف إليه. لك متعلقا بيرسل، فرسا مفعول به ليرسل، إلى المحطة متعلقا بيرسل، لا ولكن سأرسل إلى أبي الآن. لا حرف جواب، وتقديرها لا لم أرسل، ولكن سأرسل إلى أبي الآن. الواو حرف عطف، لكن حرف عطف أيضا. السين حرف استقبال، أرسل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، إلى أبي متعلقا بأرسل، وأبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، الآن ظرف زمان. أظن أنك إذا كتبت مكتوبا الآن لا يصل إلى بلدتكم إلا غدا. أظن فعل مضارع من أفعال القلوب، تنصب مفعولين، وفعله ضمير مستتر تقديره أنا، أن حرف مشبه بالفعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، إذا اسم شرط ظرف زمان مضاف وهو متعلق بيصل. كتبت فعل والتاء فاعل، مكتوبا مفعول به، الآن ظرف زمان، لا نافية، يصل فعل وفاعل، إلى بلدة متعلقا بيصل، وبلدة مضاف كم مضاف إليه، إلا حرف استثناء غدا مستثنى، والمستثنى منه هنا الآن. وإذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن. صحيح، ولكن سأرسل إلى أبي تلغرافا. صحيح خبر ومبتدأه محذوف، وتقديرها قال كامل. كلامك صحيح. الواو حرف عطف، لكن حرف عطف أيضا. السين حرف استقبال، أرسل فعل وفعل، إلى أبي متعلقا بأرسل، وأبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، تلغرافا مفعول به. وكيف ترسل تلغرافا؟ الواو حالية، كيف اسم استفهام في محل نصب حال من الضمير المستتر في ترسل. ترسل فعل مضارع وفعله ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. تلغرافا مفعول به، وتقديرها قال حسن. وكيف ترسل تلغرافا؟ أكتب الكلام الذي أريد أن أقوله لأبي وأعطيه للرجل الذي في مكتب التلغراف، وهو يرسله إلى أبي في أقل من ساعة. أكتب فعل وفعل، الكلام مفعول به، الذي اسم مفصول في محل نصب نعت للكلام، أريد فعل وفعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب،
أن حرف نصب، أقول فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لأبي متعلقا بأقول، وأبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، وجملة أكتب الكلام الذي أريد أن أقوله لأبي في محل نصب مقول القول، وتقديرها قال كامل. وحرف عطف أعطي فعل وفعل، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، هي مفعول به، للرجل متعلقا بأعطي الذي اسم مفصول في محل جر نعت للرجل، في مكتب متعلقا بمحذوف صلة، ومكتب مضاف التلغراف مضاف إليه. الواو حالية، هو ضمير منفصل مبتدأ يرسل فعل وفاعل، وهو خبر المبتدأ، والهاء ضمير متصل مفعول به، إلى أبي متعلقا بيرسل، وأبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، في أقل متعلقا بيرسل، من ساعة متعلقا بأقل، في أقل من ساعة، هذا شيء عجيب، ولماذا لا يكتب كل الناس تلغرافات بدل المكاتب، في أقل متعلقا بفعل محذوف، وتقديرها قال حسن، هل قلت في أقل من ساعة؟ من ساعة متعلقا بأقل، هذا مبتدأ شيء خبر عجيب نعت. وحرف عطف لي حرف جر ما اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلق بالفعل يكتب، ذا زائدة، لا نافية، يكتب فعل مضارع، كل فاعل مضاف، الناس مضاف إليه، تلغرافات مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، بدل ظرف مكان مضاف المكاتب مضاف إليه لأن أجرة المكتوب 10 مليمات، وأما أجرة التلغراف فكثيرة. لي حرف الجر أن حرف مشبه بالفعل، أجرة اسم أن مضاف المكتوب مضاف إليه، 10 خبر أن مضاف، مليمات مضاف إليه، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بحرف الجر، والجار والمجر متعلق بالجملة التي قبلها. الواو حرف عطف، أما حرف شرط أجرة مبتدأ مضاف التلغراف مضاف إليه. الفاء حرف واقع في جواب الشرط، كثيرة خبر المبتدأ، كم أجرة التلغراف؟ كم اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، أجرة مبتدأ مؤخر مضاف التلغراف مضاف إليه، والجملة في محل نصب مقول قول، وتقديرها قال حسن، كم أجرة التلغراف؟ أجرة كل كلمة واحدة في التلغراف 7 مليمات، أجرة مبتدأ مضاف كل مضاف إليه، وكل مضاف كلمة مضاف إليه، واحدة نعت أول في التلغراف متعلقا بنعت محذوف، وهو نعت ثان، 7 خبر المبتدأ مضاف مليمات مضاف إليه. انظر، هذه هي صورة التلغراف الذي كتبته لأبي. انظر، فعل أمر وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذه مبتدأ، هي ضمير فصل، صورة خبر المبتدأ مضاف التلغراف مضاف إليه، والجملة من المبتدأ وخبره في محل النصب مفعول به للفعل انظر، أو تقول هذه مفعول به للفعل انظر، هي مبتدأ صورة خبر المبتدأ، وصورة مضاف التلغراف مضاف إليه، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب بدل من هذه، الذي اسم مفصول في محل جر نعت، كتبت فعل والتاء فاعل، والجملة صلة المفصول، والهاء ضمير متصل مفعول به، لأبي متعلقا بكتبت، وأبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. انتظر حتى أعد الكلمات. انتظر فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وتقديرها قال كامل.
حتى حرف جر أعد فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى التقدير حتى أن أعد وفعله ضمير مستتر تقديره أنا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى والجار والمجرور متعلق بالفعل انتظر الكلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم إن فيه 10 كلمات إن حرف مشبه بالفعل فيه متعلقا بمحذوف خبر إن 10 اسم إن مضاف كلمات مضاف إليه نعم ولذلك أجرته 70 مليما أنا الآن ذاهب إلى مكتب التلغراف لأرسل هذا إلى أبي هل تريد أن تذهب معي؟ نعم حرف جواب الواو حرف عطف لذلك متعلقان في كائن تقديران وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم أجرة مبتدأ مضاف هو مضاف إليه 70 خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ وخبره في محل رفع مبتدأ مؤخر مليما تمييز أنا ضمير منفصل مبتدأ الآن ظرف زمان ذاهب خبر المبتدأ إلى مكتب متعلقا بذاهب ومكتب مضاف التلغراف مضاف إليه لي حرف جر أرسل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف التعليل وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بذاهب هذا مفعول به لأبي متعلقا بأرسل وأبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه هل حرف استفهام تريد فعل وفاعل أن حرف نصب تذهب فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به معي ظرف مكان مضاف وياء المتكلم مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بتذهب نعم أريد أن أذهب معك لأرى مكتب التلغراف فإني ما رأيته قط نعم حرف جواب أريد فعل وفعل أن حرف نصب أذهب فعل مضارع منصوب بأن وفعله ضمير مستتر تقديره أنا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به مع ظرف مكان مضاف كمضاف إليه لأرى متعلقا بالفعل أذهب مكتب مفعول به مضاف التلغراف مضاف إليه الفاء حرف التعليل إن حرف مشبه بالفعل والياء اسم إن ما نافية رأيت فعل والتاء فاعل والجملة في محل رفع خبر إن والهاء ضمير متصل مفعول به قط ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه للفعل رأيت والله أعلم بالصواب.